إذن عن هيمنة الميليشيات على قضاء سنجار والتخادم بينها وبين ميليشيا حزب العمال الكردستاني لتمرير مرشحي الميليشيات في الانتخابات المنتظرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. سيد مجاهد، مرحبا بكم. يعني من الواضح أن حزب العمال الكردستاني يتحرك في سنجار بأريحية تامة رغم الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، لكن السؤال الذي يطرح: من يتيح لحزب العمال الكردستاني هذه المساحة رغم اتفاق إخراج الميليشيات الأجنبية؟ من هو المسؤول في ذلك؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم. نعم. طبعا هناك عدد من النقاط التي وفرت للبي كي كي وجودها في سنجار منذ عام 2014، وهي النقطة الأولى هو بوابة الحرب على الإرهاب التي دخل من خلالها هذا الحزب الى القضاء. نعم. ثم هناك يعني توظيف ايراني ومن قبل حتى الحكومه العراقيه بدعم بعض عناصرهم من خلال المرتبات وضمهم الى الحشد الشعبي، فهناك دعم حكومي لبعض عناصرهم جعلت يعني لهذا الحزب ان يوفر غطاء لكل عناصره وكل عناصره الأجنبية أو عناصره المحلية. نعم. هناك أيضا تنافس إيراني تركي وتنافس دولي على الخطوط الدولية التي تمر من خلال سنجار وما حولها، إضافة إلى التركيز الأمريكي على الحدود العراقية السورية في الأنبار، ما دفع الكثير من هذه الميليشيات تركيز وجودها في شمال غرب الموصل. نعم. للعبور إلى سوريا، إضافة إلى ضعف الحكومة المركزية. يعني اتفاق سنجار لم ينفذ، وبالتالي جعل هذه الميليشيات تسيطر وتتمكن ولا تعترف لا بقانون ولا بدستور. لذلك يعني نعم. زادت أهمية المنطقة وتدخلات الإقليمية، ووفر يعني غطاء الحشد والمصالح الإقليمية غطاء لهذه الميليشيات بتواجدها وترسيخ وجودها في هذه المنطقة. سيد مجاهد، كما تعرفون هناك هجرة جماعية عكسية من سنجار، بماذا تفسر هذه الهجرة العكسية؟ هل نجحت الحكومة فيما وعدت به بتوفير الأمن لهم؟ طبعا الأهالي يعني واقعهم التعيس والبائس في الذي يعيشوه وخيبة أملهم في وعود الحكومة بتوفير الأمن وإعادة الإعمار وتنفيذ اتفاق سنجار، لذلك هو فشل مركب، فشل حكومي مركب في تنفيذ الاتفاق، دفع هذه الميليشيات لترسيخ وجودها. يعني هو يعني فشل مركب اجتماعي سياسي أمني، بالإضافة إلى يعني خصوصية المدينة، علينا أن لا نغفل ذلك ديموغرافيا وجغرافيا. نعم. يعني القوى الإقليمية أيضا ساهمت بشكل كبير في الإبقاء على عدم الاستقرار. هذه الميليشيات وجودها جزء في الحشد، جزء في قوات حماية سنجار المتمثلة بعناصر يزيدية أي متماهية مع القوى المحلية داخلها، ثم يعني الحرب على الإرهاب هذا أيضا رسخ وجودها أكثر في المنطقة. هناك تدخل لحزب العمال الكردستاني في العملية الانتخابية التي يتم التحضير لها الآن، وذلك من خلال تهديد الأهالي في سنجار بالسلاح للتصويت لمرشحي الانتخابات. ما الذي تريده أو يريده حزب العمال الكردستاني تحديدا؟ طبعا الصمت على جرائم الميليشيات المتكررة منذ سنوات واستهتارها بالدستور والقانون العراقي وتوظيفها الإقليمي، هذا طبعا تطور من خلال يعني تفكير هذه الميليشيات بزيادة ترسيخ وجودها من خلال الدخول في الانتخابات. يعني هي أساسا لا تؤمن لا بالانتخابات ولا بعملية ديمقراطية ولا بركائزها ولا خصائصها، لذلك تستخدم أساليب غير ديمقراطية من خلال تهديد الناخب لإجباره على التصويت لها، بإفراز ممثلين وهميين عنها في البرلمان. نعم. لأن ليس لديها مشاريع مقنعة للناخب، وهو أساسا يعني يعيش ظروف إنسانية صعبة وخدمية يعني متهالكة، لذلك نعم. من خلال هذه الأساليب يطمح لإفراز هذه ممثلين عنه لكي يدافعوا عن أعماله في البرلمان.
تعتقد سيد مجاهد أن النزوح الجماعي من سنجار يعني بمثابة رسالة، أو فسرها كما تريد، رسالة من الأهالي بمقاطعة الانتخابات التي تفرض نتائجها بالسلاح قبل التصويت، تعتقد ذلك؟ يعني من المؤكد أن توفير البيئة الانتخابية بالأمن والاستقرار وحرية اختيار الناخب يعني تعد أساس من أساسيات احترام نتائج تلك الانتخابات وشرعية وجودها التي ستفرز الحكومة اللاحقة. يعني خلق بيئة غير آمنة ونزوح وتهديد للمرشحين من المكونات الأخرى وتهديد للناخبين بالتصويت لمرشحين بعينهم، يعني سيحتم تزويرها وإفراز ممثلين غير شرعيين عن المنطقة التي وقعت طبعا أسيرة صراع إقليمي محلي دولي مستمر. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي، شكرا جزيلا لكم.